السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. وردتني كثير من الأسئلة حول كيفية تفعيل أو تشغيل مثبت السرعة بالنسبة للهبات. طريقة تشغيل مثبت السرعة لأي سيارة هي طريقة واحدة، كلها طريقة واحدة. نشغل مثبت السرعة، ثم طبعا أكيد السرعة لازم تكون فوق 60، بعدين راح تسوي له سيت، وبعدين عندك من الزائد والناقص تزيد السرعة وتقلل السرعة. ها هي طريقة تشغيل هسه تحدثنا بها، هسه خلني نجي نطبقها عمليا. بالنسبة الى سيارة الهافات، لاحظ هنا عندك هاي هي ازرار ثبت السرعة، عندك هنا زائد وهنا عندك الناقص. لاحظ هنا مع الناقص ايش كاتبين؟ سيت، يعني تفعيل. وضحت طريقة التشغيل والاطفاء، انه من فوق نشغل وجوه اطفي. فتلاحظ هنا هسه عندنا الشاشة، اذا ضغطت الزر هنا لاحظ يشتغل عندي مثبت الساعة، أطفيه شغل. تلاحظ هنا طفى نفس الزر، أشغل طفى أشغل. زين، من تشغله ما راح يشتغل مثبت السرعة كتثبيت، ولكن من تمشي فوق 60 تلاحظ عندك الزائد والناقص. ايش قلنا؟ قلنا الناقص اكو سيت، انزل جوه ضغطة واحدة لي جوه راح يثبت مثبت السرعة. اكيد لازم تكون السرعة فوق 60، بعدها تبقى زيد وتنقص من زاد والناقص. واذا تريد تلغي مثبت السرعة، مجرد انه تدوس بنزين بالسيارة فمباشرة راح يفصل، او من هذا علامة الكروس ايضا راح يفصل. ومن تريد تطفي نفس الزر راح يطفى. خلنا نجي هسه نطبقها بصورة عملية. هسه شلون اشغل مثبت السرعة؟ مثل ما بينت، اول شيء راح اشغل المثبت من هنا، اضغط على الزر اشتغل عندي الايقونة. من اشتغل يكون السرعة لازم فوق 60. هسه دا امشي، هسه صارت 60. بعد 60 راح اضغط سهم جوا، اضغط سهم جوا. لاحظ هنا ايش كتب لي؟ لاحظ هنا سرعة ارتفاع 70 وثابتة. هسه ان شاء الله مثبت السرعة، اريد ازيد السرعة من هنا، ازيد من هنا. لاحظ قاعد تزيد 81 صار كزرعة. اريد انصي ايضا نفس الفكرة، من هنا انصي. هاي حالة عامة كل السيارات، سيت ثم تضغط على اتجاه الناقص حتى عندك يثبت السرعة، بعدها تقوم زيد وتنقص. تريد تلغي عندك هنا هاي علامة تثبيت، لاحظ هنا وضحت، هاي هنا عندك علامة الفي، أنا آسف بس هنا عندي علامة الفي، من أضغطها راح يلغي. هنا تلاحظ هنا أضغطها لغى، شوف هسه لغى عندي. أرجع أضغط اتجاه جوا ثبت السرعة. هسه هنا عندنا ثبت. هذه هي طريقة تحكم بمثبت السرعة. اما اذا كان عندك رادار، فالرادار نفس الفكره هنا، ولكن دوما تشغلها يعني تثبتك السرعه ما بينك بين السياره اللي امامك. المفروض شقد سياره عندك امامك المفروض تثبتك اياها، هاي اذا كان فيها رادار. وتحديد المسار اللي بين خطين فيقبل على الخطين بالشارع اذا كان الشارع المخطط. هذا بالنسبه الى عمليه تشغيل ثبت السرعة. لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك، وتفعيل جرس التنبيهات ليأتيك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.